السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بقى رجعنا لكم في فيديو جديد. الفيديو ده هيبقى مختلف برضو كالعادة، يعني معودينكم على سلاسل جديدة دلوقتي بنعملها طبعا لاننا في الاجازة، وفترة الاجازة هتخلص اهيت وهنرجع تاني للتحليل. فجدعان باي على يا جدعان باي على 2000، خلاص 400 مشترك. يا ريت يا ريت يا جدعان يعني نوصلهم بسرعة، وان شاء الله نوصله وانا واثق فيكم، فعلشان عندنا كلام مهم. خليك مع الانترو. هنتكلم معاكم النهاردة بقى عن حلقة مختلفة خالص، هنتكلم فيها عن اعظم اتنين في خط النص شفناهم. طبعا طبعا واحنا بنتكلم عن خط النص نقف احتراما وتبجيلا طبعا طبعا لهؤلاء الكبار، وهما لوكا مودريتش وانيستا. وهنعمل معاهم دلوقتي مقارنة بسيطة، مش مقارنة، هنقيم بس مين احسن من مين، لاننا ما نقدرش نقارن ما بين لوكا مودريتش وانيستا في الحوار ده خالص. فنبتدي بقى باول حاجة، هنتكلم معاكو عن مسيرة اللاعبين وهنشوف هتبقى عاملة ازاي. طبعا بقى مسيرة انيستا بدأت افضل شوية من لوكا مودريتش، او مش افضل، اسهل نسبيا شوية من لوكا مودريتش. هتعرفوا ليه دلوقتي، لان انيستا حرفيا بدأ من هو صغير كده على طول بدأ يلعب في نادي برشلونة. من هو صغير كنا بنشوفه في نادي برشلونة، حتى في موسم 2002 و2003 و2004 و2005 بدأ يبرز ويصعد كده لحد ما شفنا 2005 و2006 لما جابوا طبعا دور الابطال وتوج بيه. طبعا مسيرة انيستا برضو مع المنتخبات حافلة بالارقاب، لان هو اللي جاب لهم الهدف الغدارة، يا انيستا غدارة بتاعت كاس العالم، فمعاه كاس عالم، وطبعا طبعا معاه يعني دورة ابطال كتير برضو مع برشلونة، كان متألق حرفيا في مسيرته العالمية ديت. ولكن بقى لوكا مودريتش، لوك حرفيا انيستا اتظلم ايوه في الكرة الذهبية، لان كان ميسي ساعتها وكريستيانو على اوج تألقهم، وطبعا ميسي اللي خدها زيه زي ما اتظلم ريبيري في 2013 برضو، عادي يعني مش هنتكلم. ولكن بقى مودريتش الكرة نصفته شوية وادت له الكرة الذهبية على طول يعني. فبالتالي لوكا مودريتش ليه بدايته بقى اصعب شوية من انيستا، لان لوكا مودريتش حتى ما كانش فيه بدايات كده ان فيه لاعب جوهرة جاي كده في خط النص، او مايسترو كده يبقى في خط النص، مش زي انيستا. انيستا بدأ على طول انه لعيب جامد، وبدأ على طول انه بدأ برز وصعد على طول في لمسات برشلونة على طول على طول كده. ولكن بقى على عكس لوكا مودريتش، لوكا مودريتش بدأ مسيرته مع دينامو زغرب، طبعا بدأ مع لعب حتى معهم موسمين وعادي جدا، ثم راح وانتقل إلى نادي توتنهام، وقعد توتنهام 4 سنين هناك عادي جدا برضه، مش اللاعب اللي هو الجامد ولا الرائع اللي هو هيبقى مودريتش في الآخر يعني. ولكن مودريتش بقى انتقل حتى في ريال مدريد في 2013 حتى ما عملش أي حاجة. ولكن بقى الميزة في المسيرة بتاعت انيستا ولوكا مودريتش إن انيستا بدأ ولكن لوكا مودريتش مع تقدم العمر هو عنده احسن وافضل. ولكن في مسيرة طبعا انيستا ولوكا مودريتش هندي لانيستا تقييم 9 من 10 فيها، وفي مسيرة لوكا مودريتش هندي لوكا مودريتش فيها 8 من 10 لانها اصعب. ولكن مسيرة انيستا حافلة اكتر بالالقاب، ولكن مسيرة انيستا اعظم شوية من مسيرة لوكا مودريتش، او مش هنقولها بسهولة بقى ولا صعوبة، هي احلى شوية من مسيرة لوكا مودريتش. نيجي بقى لفاعلية لوكا مودريتش وانيستا في الملعب. طبعا فاعلية انيستا في الملعب بتلاقي انيستا كده بياخد الكرة بيروخ لك بيها 2 3 4 ويدي لك الكرة قدام الجون، فسجل طبعا 63 هدف، ولكن صنع اكثر من 155 هدف. انيستا ما يستر خط النص طبعا يا جدعان، احنا مش هنقدر نتكلم ونقول اكتر من كده، لان حرفيا انيستا يعني ياخد كده يرقص موتاه فعلا كده يعني، زيه زي ميسي، وحرفيا كان بيدي اسيستات ياما لسواريز، وحرفيا يعني انيستا عالمي. ولكن على عكس لوكا مودريتش بقى اللي لعب 635 مباراة سجل فيهم 66 هدف، كنجاح هجومية اقوى من انيستا، ولكنه صنع فقط 112 هدف تقريبا يعني في اخر احصائيات. انا المفروض جمعتها والله العظيم، يعني انا اللي بجمع والله كل حاجة، فلو حاجة سهت مني في الكومنتس كده وعرفوني الدنيا يعني. فبالتالي ان انيستا اكثر فاعلية من لوكا مودريتش، لان لوكا مودريتش مش اللاعب اللي يراوغ لك 3 4 خالص خالص، وهنتكلم وهنشوف دلوقتي لوكا مودريتش رائع وبارز في ايه. ولكن انيستا في الحته دي، انيستا في حته المهاره، انيستا تديله كده تديله الكوره وتسيبه بقى، هو زيه زي لوكا مودريتش. ولكن يا جدعان
الاثنين جامدين، ولكن بقى انيستا احلى شويه في الفاعليه من لوكا مودريتش، فبالتالي انيستا هياخد في الفاعليه 9.5 من 10 ولوكا مودريتش هياخد في الفاعليه 8.5 من 10. نيجي على طول بقى للثالث معيار عندنا وهيبقى القدره الدفاعيه. طبعا القدره الدفاعيه للوكا مودريتش هي احلى واروع شويه من القدره الدفاعيه بتاعت انيستا، لان القوه البدنيه بتاعت لوكا مودريتش اقوى من القوه البدنيه، مش القوه البدنيه اللي هي الجسمانيه، قدره التحمل على لعب مباريات كثيره. حتى ده بنشوفه مع لوكا مودريتش. لوكا مودريتش الموسم ده لعب 50,000 كسترا تايم يا جدعان، وما بيتعبش ولا بيعمل حاجه. حتى شوف قبل كده لوكا مودريتش اروع في التحكم الدفاعي، ولوكا مودريتش احلى من انيستا بكتير في التحكم الدفاعي، لانك بتشوفه بينقل الكوره من التلت الدفاعي للتلت الهجومي بيقطعها. حتى لما احنا محللين ماتش باريس سان جيرمان، هنروح بعيد ليه، في ماتش باريس سان جيرمان كنا بنشوف لوكا مودريتش بيسيب خط النص خالص كده ويرجع مع كارفخال يجيب الكوره ويطلع بيها، حتى عملها كذا مره مع ميسي، قطع منه الكوره وخدها وسط 3 4 وارتد بيها من البص من الدفاع للهجوم، وما يعرفش يعمل اسيست، مش هيعرفش ومالوش انه يعمل لك اسيست قد كده، اكتر من انه يبص لك الكوره للبلاي ميكر وهو البلاي ميكر يتصرف في الكوره ويسرع لك الريتم. بتلاقي لوكا مودريتش كده بيسرع لك الريتم على عكس انيستا. انيستا تديله الكوره قدام يوريك احلى حلويات واحلى مهاره واحلى طعامه. انيستا بقى في القدره الدفاعيه ما بنشوفوش بيرجع ورا الا قليل، انه يسحب الكوره من المهاجمين ويطلعها قدام للارتداد الدفاعي للارتداد الهجومي، ما بنشوفش كده مع اندريس انيستا. ولكن بقى لوكا مودريتش زي ما احنا قلنا، ورجعوا حتى للفيديوهات هتشوفوها هتلاقوا لوكا مودريتش بيرجع ورا خالص عادي جدا ويجيب الكوره وعادي جدا يمشي بيها، لان القوه البدنيه وقوه التحمل بتاعه لوكا مودريتش هي اعلى طبعا من اندريس انيستا. فبالتالي لوكا مودريتش يا جدعان هياخد في النقطه دي 9.5 من 10 على عكس اندريس انيستا هياخد فيها 8.5 او 8 حتى من 10 في القدره الدفاعيه. طبعا احنا قلنا ليه التحكم الدفاعي، لان الاثنين بيلعبوا في فرقه هجوميه اصلا، يعني فمش مطلوب منهم، او بالاسلوب الحديث لكره القدم اصلا، فمش مطلوب منهم ان هم يتحكموا دفاعيا، يعني عادي يعني. نيجي بقى لرابع معيار عندنا واخر معيار هنتكلم فيه، وهو التكيف مع المراكز المختلفة، او التكيف مع التكتيك المختلف. يعني ايه مش تكتيك بمعنى الحرفي، التكيف مع المراكز المختلفة. يعني تلاقي انيستا مثلا يلعب في 6 و8 و10، تلاقي مودريتش هو بقى مودريتش بيلعب في 6 و8 و10 وبتلاقيه ورا خالص عادي يعني جدا. فبتلاقي ان لوكا مودريتش حرفيا بسم الله ما شاء الله، يعني تلاقيه في اي خط نص المدرب اللي يقولوا عليها يعملوا في خط النص. خط النص دي والدايرة دي كده هي دايرة الساحر لوكا مودريتش، مش الدايرة يعني يا جدعان افهموا الكلام عشان خاطري. انيستا برضو عالمي في التكيف مع المراكز المختلفة، ولكن هو بيبدع في البلاي ميكر، بيبدع كده ويورينا انيستا ومهارات انيستا في البلاي ميكر، على عكس لوكا مودريتش. لوكا مودريتش بيبدع في المراكز المختلفة ما عدا البلاي ميكر مش قد كده، ولكن هو عنده قدرة انه يلعب في مراكز مختلفة جدا من خط النص. فبالتالي ان قدرة التكيف على المراكز المختلفة هتكون اعلى من انيستا برضو. ولا طبعا هندي بقى لوكا مودريتش في الحوار ده يعني 8 من 10، وانيستا هياخد 7 من 10 في التكيف. طبعا يا جدعان في خطوط نص ظهرت عالميين برضو، ولكن احنا بنتكلم على الاساس لوكا مودريتش واندريس انيستا، لانهم هم حرفيا متعة خط النص كده، ما بنشوفش متعة كده غير معاهم حرفيا يعني. فبالتالي بقى ان بس انا عندي بقى نقطة، خلاص احنا خلصنا الحوارات بتاعتنا، عندي نقطة انا عايز اتكلم عنها اصلا. يعني النقطة بتاعتي ان لوكا مودريتش يعني انيستا بدأ بداية احلى انيستا، بس انيستا فين دلوقتي؟ انيستا هتلاقيه دلوقتي بيلعب في الدوري الياباني او الدوري الصيني باين، ولكن لوكا مودريتش دلوقتي في ريال مدريد، لوكا مودريتش دلوقتي 5 دوري ابطال، وزيه زي انيستا 4 دوري ابطال انا عارف، ولكن مش بالالقاب، ولكن 5 دوري ابطال منهم 3 دوري ابطال مع بعض، و3 دوري ابطال في السنين الأخيرة، في السنين الأخيرة دي. فبالتالي إن لوكا مودريتش عنده قدرة التطوير من نفسه، مش بقلل من انيستا، ولكن لوكا مودريتش عنده زي ما احنا قلنا البدني والتطوير من نفسه اعلى شويه من انيستا. يعني كده لوكا مودريتش كل ما بيلعب وكل ما يروح التمرين وكل ما ينزل ماتش بيتطور وبيتحسن اداؤه عن الماتش اللي قبله. فبالتالي انت تشوف لوكا مودريتش في سن 36 تستغرب ان ده مش لوكا مودريتش من كذا سنه يعني. ولكن دلوقتي اندريس انيستا فين؟ اندريس انيستا مش عارفين عنه حاجه، ولكن انيستا طبعا في المجمل
الشامل كله، انيستا اعلى بكتير من لوكا مودريتش، اعلى بكتير في المهاره واعلى بكتير في كل حاجه من لوكا مودريتش. ولكن في السنين الاخيره ديت، حتى من ايام انيستا ما كان لسه بيلعب في برشلونه من فتره بسيطه يعني كده، مودريتش بيتطور، مودريتش بيعلى. ده يا جدعان رأيي، ولو في حاجة غلط تعرفوني برضو في الكومنتات. فده كان كل كلامي عن لوكا مودريتش وانيستا، اتمنى انه يعجبكم يعني. ولو لكم رأي تاني او لكم كلام تاني يا جدعان شاركونا في الكومنتات، ما مفتوحة يا جدعان، اعملوا اللي انتوا عايزينه. كده اكون خلصت الفيديو، ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس توصل الفيديو ده ل 50 لايك، وتروح على تويتر بتاعي تعمل لي فولو هناك، تنزل حساباتي عندك اخر الفيديو واسيبها لكم في لينك الوصف، واستنوني في فيديوهات جديدة واجدد. سلام.